بشكر المملكة المغربية على احتضانها الدافئ للملتقى بالرغم من فجعة الزلزال، استهلت كريستالينا جورجيفا حديثها مجددة مشاركتها الألم مع الضحايا والإعجاب بالاستجابة السريعة للسلطات والتضامن الواسع للشعب المغربي. مديرة صندوق النقد الدولي واصلت بأن الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حالاته ناتجة الصدمات والأزمات المتتالية وحول توقعات الصندوق على المدى القريب والمتوسط. قالت نتوقع نسب نمو إيجابية لكن متباطئة بنسبة 3% للعام الجاري و2.9 للعام المقبل ونموا ضعيفا على المدى المتوسط. نواجه اتساع للهوة بين الدول الغنية والفقيرة. الصدمات المتتالية من العام 2020 أفقدت الناتج العالمي 3.6 تريليون دولار. المغرب نموذج ناجح في فعالية الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها الإيجابية خلال السنوات الأخيرة، شددت مديرة صندوق النقد الدولي. Congratulations to Morocco for having consistently and firmly pursued a course of reform over the last decades. أهنئ المغرب على إصلاحاته الاقتصادية المتواصلة منذ نهاية القرن الماضي ونتائجه الإيجابية، ما سمح بمضاعفة الدخل الفردي وتسجيل حيوية الاقتصاد وتنوعه. جورجيفا اعتبرت أن نجاح النموذج المغربي قائم على الإصلاحات الهيكلية المتواصلة وإقامة مؤسسات قوية وذات رؤية مستقبلية واضحة تستجيب بفعالية للصدمات وتتكيف للمتغيرات الدولية السريعة. لإذاعة ميديا من مراكش، محمد الغول.